أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وهذه فقرتنا الرئيسية الأولى لهذه الحلقة. مثلت لنا سيناء منذ عودتها في أعقاب حرب أكتوبر 73 مجموعة من جدليات كثيرة لم نحلها ولم نتخطاها، وكأن الهدف أن نظل كما نحن، وكأن سيناء لم ترجع لنا. لعل أبرزها مياه الشرب. كيف نوصل مياه النيل لسيناء؟ الإرهاب، سيناء معقل للإرهاب؟ إسرائيل، هل ستعرقل التنمية في سيناء ولا لا؟ تمليك الأراضي لأهالي سيناء، وذلك وسط الكثير والكثير من الأغاني. ماذا فعلنا وماذا قدمنا لسيناء وأهل سيناء؟ وهل سيناء تحتاج للمياه؟ وكيف ومتى تواجه الإرهاب؟ هنتكلم في كل هذه المواضيع بالتفاصيل مع ضيفنا في الاستوديو اللي بنرحب به، مهندس حمدي السطوحي، رئيس حزب العدل. أهلا بك يا مهندس. في البداية كده باشمهندس حمدي، يعني حضرتك سمعنا أن عندك دراسة للتنمية في سيناء بخصوص الماء، عايزين فكرة كده صغيرة عن هذه الدراسة. طيب هستأذنك ممكن أرجع لورا سنين كتيرة شوية وبعدين هتكلم على موضوع المية. أنا جايب معايا كتاب سنين كتير قوي، أعتبر أنه كنز. كتاب ده كان أحد المراجع الأساسية ما يحتويه، يعني كان أحد المراجع الأساسية في تحكيم طابة. الكتاب ده كتاب تاريخ سيناء لنعوم شقير. الكتاب ده مهم جدا. لما بنتكلم على تحكيم طابة ونقول ان احنا رجعنا لهذا الكتاب او رجعنا للحوادث اللي جوه هذا الكتاب في تحكيم طابة، في حادثة اسمها حادثة الحدود، حادثة مشهورة قوي. كان في واحد اسمه أسعد عرفات، ده كان مأمور ترحيلات، وكانوا الأتراك غيروا الحدود أو عميد الحدود في 1906، وبلغ 1906 وجي بلغ القاهرة سريعا عشان تغيير الحدود. ده كان تغيير الحدود بدء من رفح لغاية طابة، الخط ده كله كان هيتحرك لورا. فلما بلغ عرفوا، رجعوا بسرعة وشافوا الأعمدة فلحقوا الموضوع قبل ما يتغير. ده كان هدف مهم جدا، وكان مرجع مهم جدا يرجعوا له وهم في تحكيم بتاع طابة، لأن دي كانت النقطة الأساسية اللي بتقول لا دي نقطة مصرية، لأن 1906 تم توثيقها. هذا الشخص سيناوي أصيل. أنا بفتخر إن هو جدي الأكبر، هو جد والدتي. حضرتك من أهالي سيناء أيضا. أنا بنتمي لأهل سينا من ناحية والدتي، وأنا بفخور بكده. بس الأهم من ذلك إن دول أهل سينا، لأن هذا دايما بنتكلم عن سينا، وحضرتك وسط الكلام قلت الإرهاب والكلام ده، وكأن الصورة عندنا إن في مجموعات إرهابية وفي بعض من السيناوية اللي ما عندهمش مش عارفين يعملوا إيه. لا، دول أهل سينا. دي الصورة. طب عايزين نعرف فين وصل بقى أسعد عرفات؟ فين أمثاله؟ ليه الدنيا حصل فيها كده؟ نرجع بقى للمية اللي حضرتك سألتيني عليها. لو إحنا عايزين نبص على المية فلازم ما نبصش النهارده. هستأذنك نرجع لورا برضو عدة سنوات. هي مش كان الاحتلال الصهيوني محتل إسرائيل، محتل سينا آسف. طيب هل يا ترى وقت احتلال سينا كان في مزروعات، كان في مية؟ ولو سألتي أي بدوي قلت له فين أبعد مصدر مياه، كان يقولك 100 متر عن خيمته. طب كان يجيبوا مية منين؟ طيب كان يجيبوا مية، لو حضرتك بتسمعي في الأحداث اللي فاتت تقولي في مثلا حد قتلوه في الوادي في العريش، في وادي، بس محدش سأل نفسه هو الوادي ده كان فيه ايه. ولو حضرتك سافرت جنوب سيناء ورحت نويبع او طابة، هتلاقي الطريق اللي ما بين الجبال بيتغير كل سنة، وتسمع على السيول اللي بتحصل في الجنوب. بيتغير يعني ايه؟ بيتغير مكانه لانه بيتقطع من المية، من السيول اللي بتحصل. طيب هم كانوا دارسين كويس جدا موضوع السيول، وكانت الامطار اللي بتنزل في الجنوب والوسط يتم تحريكها في مخارات سيول وفي سدود حتى تصل الى وادي العريش فتصب في البحر. يعني اسرائيل درس الوضع طبعاً المائي لسيناء اكتر مننا. طبعا بتعمل ايه بقى؟ الوادي ده كان بيغاسي المياه الجوفيه اللي موجوده في سيناء. احسن حته فيها ابار مياه جوفيه الشيخ زويد، فكانت دي المنطقه اللي بيطلع منها المياه. الشيخ زويد بالظبط. طيب هل الوادي جه تاني؟ جه بعد السلام، جه مرتين. هو كان بيجي تقريبا ما بين 4 سنين ل5 سنين 6 سنين، يجي ضخم جدا. بعد السلام جه، بعد السلام مباشره، وجه في 2001. بس لما جه في 2001 عمل حاجه غريبه قوي، انه المستشفى غرقها وغرق مجموعه من المنازل ومشي بره الوادي عشان مفيش دراسه. مفيش دراسه والمخارات مش مظبوطه، فما جاش في الوادي. بل بالعكس، احنا بدينا نبني جوه الوادي نعمل حاجات. دي حاجه غريبه جدا. طيب مين احنا؟ مين اللي بنى جوه الوادي؟ احنا يعني لما تعملي اولا عملتي مركز، عملتي معسكر للشباب في الوادي من كذا سنه وشلتيه، وبعدين دلوقتي في، عارفه مثلا لما حصل وادي في 2001 كان في جدار كبير جدا وكان عليه صور. واللي بيبني جوه الوادي ما عندوش فكره انه ما ينفعش يبني جوه الوادي علشان حضرتك بتقوله ده؟ ما عندوش فكره. هو النهارده اسالك سؤال، هو لو ترجعي كده لكل سنه مش بيبقى في قطع للطريق اللي في وسط سيناء اللي رايح لغايه نويبع؟ لان احنا مش دارسين المايه بتتحرك ازاي. طيب
في الثمانينات اتعملت محطة لتحلية المية في العريش، تمام، مية محلية بتاعة البحر، ووقفت بعد كده. يعني من بقى لها مثلا دلوقتي 20 سنة زي ما هي مهجورة، لمصلحة مين؟ ليه بقى بعد ما جه السلام بدأنا كلنا ندور على ايه؟ عايزين نودي المية لسينا بالترعة، لا طب نوديها في مواسير، وكأنه سينا محتاجة مية النيل، منها عندها مية مش محتاجة مية من النيل. اه ده بعد السلام. بعد السلام ممكن حضرتك تفسر لي يعني وجهه نظرك بعد السلام؟ افسر لك انه احنا ما عندناش دراسات، لان قصدي بعد 80، يعني اقصد بعد ما رجعت سينا لينا، بعد ما رجعت 85 يعني بالظبط. فاحنا النهارده طيب. هل مع يعني دراساتنا للمياه مهمه جدا، المفروض تفرق. في دراسات دلوقتي بتحصل انه يعملوا تحليه للمياه في شرم الشيخ محطه، حتى اللجنه راحت هناك قلت لهم طب يا ريت بقى ترجعوا تدرسوا اللي موجوده في العريش ليه وقفت، تمام، لانه تحليه مياه البحر ده برضه سبيل مهم جدا. فنرجع نقول يبقى احنا هل احنا محتاجين نودي المياه للعريش والرفح وبير العبد سينا كلها على مقبل من النيل، ولا نقدر نستثمر المياه الجوفيه اللي بتيجي عن الامطار والسيول اللي بتنزل في الوسط ثم تذهب للبحر المتوسط؟ الحقيقه يا فندم ده خليني اقول لك ده كنز اخر من ضمن كنوز سينا. هو بس ده مش ده سؤالي، يعني سؤالي هو حضرتك يعني ليه كنت متحمس لهذه الدراسه؟ هل بس لانك ليك اصول سينوية؟ يعني اول حاجه قبل ما اكون رئيسا للحزب انا كنت رئيسا للجان النوعيه في حزب العدل، والمشروع ده احنا شغالين عليه بقالنا سنه ونص حاليا او سنتين تقريبا، وقلنا في ابريل اللي فات والله يرحمه بقى كان اللي هو زكي عكاشه، ده كان احد الناس اللي شغالين في المشروع وهو طيار كان حارف 6 اكتوبر، قلنا ساعتها وكان مات في ابريل في اعياد سينا اللي فاتت، قلنا ان احنا في ابريل القادم من وسط سينا هنعلن المشروع اللي هيبقى كامل، فده شغالين فيه حاليا. احد محاوره المياه، بس هو مشروع تنموي ضخم جدا مبني على جمله مهمه قوي، ان الامن يتحقق بالتنميه. الامن هو اللي بيتحقق بالتنميه مش العكس؟ طبعا مش العكس طبعا. بس ليه في اراء بتقول لا التنمية هي تتحقق لما الأمن يتحقق الأول؟ وعايزة لو سمحت التوضيح للنقطة دي علشان يعني بعد كده هيتبني عليها حاجات كتير. طيب هقول لك حاجة حصلت بدون التفاصيل في القصة ناخد الرسالة منها. بعد ما سينا رجعت لمصر وابتدى يبقى في ناس من الوادي بيسموه الوادي، يعني عارفه في سينا يقول لك ده جه من الوادي اشتغل في سينا، يعني مسميات انا شخصيا بتضايقني لان كلنا مصريين، ليه جاي من الوادي وجاي من مصر وكلام من ده. المهم فنزلت ست بسيطة جدا سينوية تشتري رز من البقال، فقالت له عندك رز؟ قال لها لا يا حاج ما عنديش. بعدها بيومين ثلاثة قالت له عندك سكر؟ قال لها ما عنديش. فقالت له يا ابني وانتم مطولين؟ من هنا يبدأ الأمن وهو تأمين احتياجات المواطن. إيه؟ هو انتم مطولين؟ مطولين يعني ايه؟ قاعدين تاني. لسه ليه؟ هي بتدور على ايه؟ هو ايه مهمها؟ جودة الحياة، هي عايزة خدمات، عايزة حقوق، عايزة جبر يعني عايزة حاجتها. فالنهارده إذا كانت نزلت ما لقتش سكر يبقى في امن. فهي من هنا يبدا الفكره بتاعت ايه؟ ان الامن يبدا من تامين احتياجات المواطن. وهي تبدا من التنميه. سينا 28% من مساحه مصر. الخطوره دي 28% من مساحه مصر فيها 700,000 نسمه، يعني ما كملتش 1%. طيب انا عندي دلوقتي حقائق الحقيقه قد تبدو مدهشه للبعض، ان سينا من ضمن يمكن احنا في حلقات سابقه اتكلمنا عن الكنوز اللي في سينا وتنميه سيناء بشكل يعني كبير، لان طبعا هي من اخطر واكثر المناطق والمحافظات يعني المدن والمحافظات في مصر، هذه المنطقه او هذه القطعه الثمينه من جمهوريه مصر العربيه لها يعني طابع خاص وسحر خاص. اللي انا بقى بقوله يا فندم دلوقتي احنا ما اهتمناش بالبحث ولا بالدراسه طول السنين دي من ساعه ما سينا رجعت، ويمكن من قبل ما سينا ترجع كمان من ساعه الحرب خلينا نقول، ومن قبل كده. انا عايز افهم الكلام ده، ما فيش ولا دراسه اتعملت طول السنين اللي فاتت؟ يعني ما فيش دراسه اتعملت طول 40 سنه اللي فاتت مثلا عشان الناس تقول نيجي دلوقتي نقول ايه ده ما ينفعش ان احنا نوصل النيل لسينا، ده سينا فيها مياه جوفيه كاننا اول مره نعرف ان الامطار والسيول بتنزل في سينا. طيب خلينا نقف عند محطات. محطه اولى في كوبري اسمه كوبري فردان اتعمل عشان يعدي القطر، بالمناسبه يوم ما اتعمل واتفتح في 2001 ده اكبر كوبري متحرك معدني في العالم، تمام، اتعمل عشان القطر يعدي عليه ويكمل يروح فين؟ العريش بقى ورفح. لكن الحقيقه اللي حصلت ان الكوبري اتعمل والقطر عدى ووقف الناحيه الثانيه، وقف خالص ما مشيش. ولما يوم اتفتح في 2001 هو كلف 380 مليون الكوبري، والمشروع السكه الحديد شامل الكوبري كان المفروض مليار ونص، وكانت الخطه بتقول ان في 2017 هيكون هذا القطر وصل لفين؟ وصل لغايه العريش عشان يكمل بعد كده بقى المستقبل يبقى قطر الشرق بتاع زمان. طب ليه ما كملش؟
هنرجع نقول انه هل هي الرغبه هي اللي منعتنا ولا هناك امور اخرى منعتنا؟ رغبه من ايه؟ رغبه من يدير البلد. الرغبه هل من يدير البلد كان عنده الرغبه؟ ولو كان عنده رغبه هل في حاجه منعته؟ لانه كتير في يحصل كلام يقول لك ايه؟ لا في جهه اخرى بتمنعنا نعمل كده. طب لو فندم دي علامه استفهام حكايه جهه اخرى دي ليه؟ لان انا كل ما بكتشف حاجه زياده او حاجه ثمينه في محافظه سيناء اقول طب في ناس واضح جدا ان في ناس عندها مصلحه ان المكان ده يفضل كده. ارهابيين بيضربوا في الاهالي واهالي بيضربوا في الارهابيين والجنود بيحاربوا وكل يوم 20 30 واحد بيستشهد في الجنود. لا ما هو انا تخيل حضرتك بتقول لي 28% من مساحه مصر ساكن عليها 1%. ما كملش 1%. وما كملش 1% 700,000 يعني اقل من 1%. 28% من مساحه مصر ساكن عليها اقل من 1% من سكان مصر. خليكم بقى يعني معانا كده علشان تعرفوا مين اللي عنده مصلحة ان سينا ما يبقاش فيها تنمية، مين اللي عنده مصلحة ان سينا ما تنهضش، وايه الخطر اللي ممكن يكون على اعداء مصر من تنمية سينا. اتفضل يا فندم. طيب هقول لحضرتك حاجة. انا مش هقدر اقول انه مش من حق اي حد منافس، اي دولة منافسة، مش هقول عدو، هقول منافس، ان يفكر في مصلحته. لكن الغلط كله ان انا ما اعرفش مصلحتي فين. تمام؟ يبقى لازم اعرف ان سينا اللي فيه 1% وانا هخضك بقى. في 40,000 واحد تقريبا مقدمين طلب ان هم يتنقلوا من سيناء في شغلهم موظفين في تلك الايام. 40 طبعا في وضع امني سيء. طيب هقول لك حاجه ثانيه مهمه جدا بقى. نسال سؤال لنفسنا، احنا النهارده بنعمل تنميه لاقليم قناه السويس اللي هيمتد شرقا شرق القناه حوالي 40 كيلو تقريبا. تمام؟ يعني تقريبا هيمشي كده. نسال نفسنا سؤال، هل احنا في حاجه الى تنميه سيناء في وقت تنميه اقليم قناه السويس؟ انا بقول لك احنا في حاجه ملحه. ليه بقى؟ ليه؟ لان في اثر سلبي لازم ناخد بالنا منه استراتيجيه. النهارده انت اثر سلبي بتاع لايه؟ لتنميه اقليم قناه السويس على سيناء. ايه هو بقى؟ النهارده انت هتنمي اقليم قناه السويس وفي ارهاب ومفيش خدمات والدنيا سيئه جدا، جوده الحياه سيئه جدا في سيناء. طبيعي جدا الناس في سيناء يحصل ايه؟ هيجروا بقى على قناه السويس. يبقى انت هتفضي ال 100 كيلو الموجودين في عمق سيناء هتفضوهم لمين بقى؟ بالظبط. هتفضوا يعني الشويه اللي فاضلين كمان هيمشوا هيروحوا يشتغلوا في حته ثانيه. يدور على رزقه. يبقى الحل ايه؟ احنا في حاجه ملحه لتنميه موازيه لتنميه اقليم قناه السويس حتى نحمي مصر. تبقى موجوده جوه سيناء. دي مهمه جدا. وتعالي نبدا ان احنا نقول، انا هقول لك شويه محاور كده معالم للمشروع. احنا بنتكلم على ايه؟ بحاجه مبسطه، احنا بنتكلم على قطاعات متداخله شويه. خلينا نتكلم مثلا على الطرق. انا كلمتك على القطر، الطرق يعني بتكلم على الحركه يعني. القطر ده مهم جدا، ابتدي بيه. تمام؟ اللي ما بين القنطره لغايه العريش، ومن ثم اعمل النفق او اعمل كوبري، ده موضوع تاني. تاني حاجه، مينا طابه يجب ان يطور، اسف، مينا الجوي يعني المطار بتاع طابه. مطار راس سدر يجب سرعه انشائه. مينا العريش اللي حاليا اخذت قوات مسلحه لازم سرعه انهائه. لان مينا العريش مع شرق التفريعه لما يخلص ده ثنائي مهم جدا لمواجهه بقى مينا حيفا. لو احنا عايزين نشتغل بجد في النقل المويه، نزل تحت في ابو سنيمه. ابو سنيمه بقى في الجنوب محتاجه ايه؟ محتاجه نشتغل عليها صناعه وتعدين ونعمل خدمات ملاحيه ونعمل مينا هناك. طب نتكلم في السمك، بحيره البردويل دي كنز محتاجه تطهير وتطوير وعمل مينا. في مشكله في موضوع الصيد هناك وكذا حد اشتكى من الموضوع ده. ده حقيقي، وبيقولوا ان هم مش قادرين يشتغلوا بالشكل الملائم والمناسب. لازم تطوير. هم ايه مشاكلهم في الصيد؟ عندهم مشاكل كده جدا. الاسطول محتاج يتطور، المينا نفس البحيره محتاجه تتطهر. لازم يحصل مينا، لازم يحصل استزراع سمكي، يبقى في مفرغات، يبقى في احواض. تعالي ننزل في الجنوب في حته اسمها راس الكنيسه، هوريك بقى حاجه على السمك توريك قد ايه احنا عندنا يعني نوع من، مش عايز اقول ايه يعني، اداره سيئه جدا. راس الكنيسه دي منطقه موجوده ما بين الطور وشرم الشيخ. تمام. منطقه مميزه جدا للاستزراع السمكي. فيها نزاع ما بين هيئه الثروه السمكيه وهيئه التنميه السياحيه، الارض تبع ولايه مين. ويمكن انا شفت بعيني مشروع المفروض يتعمل هناك للثروه السمكيه بقاله قعد 6 سنين، الارض تبقى تبع مين فيهم؟ علما بن عاد الراضي لما كان ماسك التنميه السياحيه في اوائل التسعينات او اخر الثمانينات طلع قرار ان هذه الارض مش ملكهم. محتاجين تدخل بقى سريع. راس الكنيسه دي منطقه هايله جدا للصيد. تخيل انت عملت بقى استزراع سمكي في الحته دي في راس الكنيسه واربطيها ببحيره البردويل، يعني هنا في الشمال بحيره البردويل وفي الجنوب راس الكنيسه. تمام.
قصة تانية خالص. جميل. طب أنا هقول لحضرتك يعني حاجة. لا كنوز احنا متفقين على ده تماما، وحزينة حزن شديد ان يعني معظمنا ما يعرفش ده للأسف. بس خلينا نرجع للواقع مرة تانية ونقول الواقع اللي موجود دلوقتي، يعني في إرهاب في سيناء، مش هننكر ده يا فندم، ومش هننكر إن الإرهاب ده مقصود، ويمكن دي معلومة جديدة أو حقيقة من الحقائق اللي ممكن نكشفها النهاردة، إن الإرهاب مش مقصود به فقط إن هو يغتال الجنود ويغتال الأهالي، الإرهاب هنا مقصود به كمان إن هو يغتال الأرض نفسها، يغتال التنمية، يغتال هوية هذا المكان، نحوله لمكان مجرف، مكان فارغ، مكان بس يعني يسكنه الإرهابيون. أنا عايز أفهم يا فندم دلوقتي يعني النقاط دي المفروض تتقدم بأي شكل. الأمن عليه عامل كبير طبعا، وحضرتك بتقول لي الأمن يعني التنمية الأول قبل الأمن. طب إزاي إن في ناس هتيجي تقول لا إحنا خايفين نروح نشتغل في وسط المجزرة اللي بتحصل هناك، وإحنا عارفين إن في هناك بتحصل حرب. طيب هسألك سؤال، إسرائيل بتعمل إيه دلوقتي في غزة؟ بتبني مستعمرات. يعني إسرائيل بتبني مستعمرات في غزة، وغزة تعتبر خطر إسرائيل، بس هي عرفت إسرائيل إزاي تعالج الأمر. هي بتبني مستعمرات وتحط ناسها وبالتالي بتمنع الخطر. إيه ده يعني استخدمت التنمية لتحقيق الأمن؟ طب ما نتعلم منها، مش عيب. لا عيب، لا مش عيب، عشان احنا اللي علمنا الناس. لا إسرائيل نمبر واحد في البحث العلمي، احنا 127، فمش عيب. بس يا فندم في مقالات كتير بتقول ان إسرائيل مش رقم واحد ولا حاجة، وان ده رقم واحد طبقا للتنافسية الدولية، تقرير التنافسية الدولية رقم واحد. مش دي القصة. أنا عايز أقول إيه، مش عيب أتعلم من أي حد، بس أنا عايز أقول كده. تعالي نرجع لحاجة كمان صغيرة. إسرائيل لما دخلت سينا عملت إيه؟ يا ريت كلنا نروح نتفرج على يميت. يميت دي مستعمرة اتعملت بالقرب من شيخ زويد وهدمتها كلها قبل ما تمشي، ما عدا المعبد ما كسرتهوش. في اليوم ده مصر اخذت قرار، انا ما اعرفش ليه ما عملتوش لغايه دلوقتي، وانا اتمنى انه يتم احيائه. قالت هتسيب يميت زي ما هي، بس تيجي الناحيه الثانيه من الشارع وتبني مدينه اسمها الفيروز، وتقول اسرائيل هدمت واحنا بنينا، بس لغايه النهارده ما بناش الفيروز. ما هو في انا مش قادره استوعب قصه ان انا ابني في وسط الضرب، يعني مش عارفه استوعب، وحاسه كمان ان في ناس كتير ممكن ما تستوعبش ده يا فندم. عايزه ابسط الموضوع عليهم اكتر من كده. انا عايزه اوريهم ان دي لما يعني يحصل فيها تنميه هيبقى شكلها ايه، هنقدر نواجه ايه. طبعا احنا امنيا واستراتيجيا هنواجه حاجات كتير، بس انا بتكلم على السكان، بتكلم على الناس اللي عايشه. انا موافق جدا. لا طبعا انا ما بقصدش ان انت في وقت حرب في حاله رعب يعني. تمام. طب خلينا نتكلم ناخد حاجه. احنا دلوقتي عايزين نعمل الشريط الحدودي ده نأمنه. هو في حد متخيل في الدنيا ان ممكن يرص جيش على حدود بلده؟ مستحيل. لا طبعا. طب ما تيجي نعمل اتفاقيه، ما تيجي سكان الشريط الحدودي نملكهم الارض ونطلب منهم يزرعوه، ونعمل معاهم اتفاق ان اللي هيثبت عنده واحد بس انه عدى نفق ولا عمل اي حاجه تبقى خيانه عظمى، ويمضي على معاهده. ده دلوقتي يا فندم؟ في الظروف دي اديلهم. ايوه طبعا. بالعكس، عايزه تاخدي قرار قوي، اعملي حاجه جذريه، اعملي حاجه عكس ما الناس متوقعه. اطلعي ملكي الناس واطلعي اقفي وسطهم، ادي ثقه للشعب. خلي بالك الشعب اللي قاعدين في العريش النهارده اللي عندهم حظره اجواء من الساعه 5، اللي مش لاقيين حاجه ياكلوها لان كل المزروعات كل الزراعات اتحرقت، والمناطق اللي فيها زراعات كلها في مناطق فيها للاسف ارهاب، يعني للاسف شديد. اطلعي اديهم ثقه، خليهم. انت عملت اتفاق مره مع شيوخ القبائل من حوالي سنه ونص او حاجه زي كده عشان يسلموا ارهابيين، وسلموهم، بس كان النتيجه ايه؟ انك ما عرفتيش تحميهم، فالارهابيين قتلوا شيوخ قبائل، في 14 اتقتلوا وفي ناس تانية اتقتلت. طب احنا محتاجين ناخد خطوات حقيقيه. يعني ازمه تمليك الاراضي دي هي من احد المشاكل طبعًا اللي المفروض يعني المفروض هم هقول لك حاجه. يعني انا بالصدفه كده جايب معايا حكم حصل في سنه 41. الحكم ده كان مهم قوي. مجموعة من السيناوية رفعوا سنة 41. ممكن نوري لي الكاميرا بعد إذنك؟ مجموعة من السيناوية عملوا بالزبط. إيه؟ رفعوا قضية على الـ على الـ على الـ على بعض وعلى الحكومة عشان تمليك الأرض. وساعتها كانت اللي حصل إيه بقى؟ يعني حتى ممكن نشوف بقى يعني ده تاريخه باين، وباين تحت مكتوب إيه؟ الحكم كان طلع إزاي؟ كانوا بيتكلموا الأرض دي أرض أهلية ولا أرض ملك الدولة، ملك أملاك عامة. فالحكم في الاخر طلع قال انه نرفض الدفع الفرع بعدم اختصاص المحاكم الاهليه بنظر الدعوه وباختصاص القضاء الاهلي بنظره. قال ان دي ارض اهليه والقضاء الاهلي يختص بيها. اي حد النهارده بيجي يرفع يعني عايز يملك ارضه في سيناء بيرجع ليها. اللي بقصده ايه؟ ان من 41
كان الناس السنوية مدركين الأرض، وفي حكم اتقال إن دي أرض أهلية مش أرض عامة. ده مهم جدا، في فرق كبير. إذا كنت أنت مش محسساني إن أنا ملك الأرض، هدافع عنها ليه؟ أنت بتحسسيني مش بتاعتي. طب نرجع بقى للإرهاب. حدش فكر كده الإرهاب اتزرع إزاي في سيناء، وإزاي إسرائيل زرعته في 10 سنين أو أكتر؟ إزاي؟ طب هقول لحضرتك قصة صغيرة جدا. في المنطقة اللي في الوسط أو جنوب بقى شيخ زويت والعريش، المنطقة ديت كان في زراعات للبانجو. ابتدت المخدر البانجو؟ ابتدت إسرائيل تشتري البانجو من المزارعين وتساعدهم على زراعته، وتاخده كل سنة تعمل بيه إيه؟ تحرقه لمدة 10 سنين. هي بتاخده تحرقه، فهو يتعود على هذه التجارة وما يعرفش حاجة تانية، لغاية لما وصل الكيلو لألف جنيه ثم 2000 جنيه. فجت في يوم، ده من إمتى يا فندم معلش؟ الكلام ده كان وقت الاحتلال، فأنا بقول إنه في 10 سنين أو أكثر. وجت قالت له بعد كده أنا مش عايزة. فبعد ما هو اتعود، أكنك بتخلي واحد يدمن شيء معين. فبعد كده حصل إيه؟ ما أنا مش عارف أبيعه فين، ما أنا اتعودت على تجارة سهلة ما أعرفش غيرها وربح كبير. فكانت النتيجة إن أنا ألف وأبيع فين؟ في قلب مصر. طبعا. فبدأنا نحاربه. فابتدى يجيب سلاح يدافع عن نفسه. فابتدى يدافع عن تجارته الغير مشروعة بس ما أعرفش غيرها. فبعدها ابتدى يتاجر في السلاح، ثم ابتدى يتاجر في البني ادمين سواء قطعه او يعني كمين، ما هو بيهربوا من افريقيا تحت لغايه اسرائيل. لو احنا درسنا القصه كويس وعرفنا جذور الارهاب ازاي اسرائيل زرعتها، ونعرف ازاي اسرائيل تعاملت باستراتيجيه، لازم نقاوم الارهاب بفكر استراتيجي اخر. صحيح. يمكن دي النقطة اللي احنا بنحاول نركز عليها طول الوقت. احنا في حرب العقول مرة تانية. اديكوا شفتوا يعني الكلام من مختص ان اسرائيل بتعمل ايه في الخفاء، وتعمل في صمت شديد جدا للاطاحة بينا بشكل فعلا يعني خلينا نشبهها مثلا بالحية او بالتعبان. ده حقيقي. طب اقول لحضرتك حاجة، يعني معلش، هو كلامنا كله واضح انه صادم وممكن يضايق، بس هو الصدمة كويسة ان احنا نفوق. احنا محتاجين ان احنا نعرف المشكلة بس. صحيح. عشان نقدر ان احنا ندرك. صحيح. ايه نقاط الضعف اللي عندنا بس عشان نقويها. احد محاور شغلنا عايزين نشتغل عليه، وهي نبع من اللي انا شفته بعيني. لو اي حد راح سينا بعد على طول ما رجعت لينا، هتلاقي ان اغلب البيوت كان فيها سخانات شمسية وما كانش في حد عنده سخان كهرباء. النهارده العكس، كلها كهرباء. كلها كهرباء. طب تعالي بقى نربط 3 حاجات ببعض. احنا عندنا الرمايه البيضاء ناجحه جدا في الازاز. طب ما تيجي نشتغل بالمجمعات الطاقه الشمسيه، انه نعمل صناعات لوادي التكنولوجيا بنتكلم عليه ده. حضرتك بقى لنا يعني 2 3 شهور بنقول الرمال في سينا معجزه ممكن. بجد معجزه. تعالي من المعجزات الالهيه. ب3 حاجات. الاولى ان احنا نصنع بيها مجمعات طاقه شمسيه. نقطه 2 ان احنا نعتمد السخانات الشمسيه، ده الاساس. نمرة 3 تحلية المياه. انت عارفة ايه مشكلة الكهرباء؟ مشكلة الكهرباء انك تخزنيها ازاي؟ يعني اكبر مشكلة في الكهرباء توليد الطاقة، كيف تخزني الطاقة؟ فلو انت عملت سخانات شمسية بتبقي مش عشان كده بيحصل ربط ما بين الدول. ليه الربط ما بين الدول؟ في الوقت اللي انا مش محتاج فيه كهرباء اديها للدولة التانية، وقت ما نحتاج كهرباء خدها من الدولة الأخرى، لأنه تخزينها صعب جدا. طيب تحلية المياه، الملح أحسن حاجة أقدر أخزن فيه الكهرباء بصورة الطاقة الحرارية. بنقلها الطاقة الحرارية وخدها تاني. الملح. تمام. طيب عندنا بقى 3 حاجات نربطهم، وده في مشروعنا. ايه؟ محطة التحلية اللي تحصل في شرم الشيخ تتعمل موسعة جدا، واللي في العريش تكبر وتبقى حاجة موسعة، ويبقى معاها محطة توليد طاقة كهربائية بالطاقة الشمسية. واستغل الملح ان انا اخزن فيه الطاقة الحرارية، فاستخدم الكهرباء اخزنها واستخدمها في الوقت اللي ما فيهوش فيه شمس. يبقى هنا استخدمت الرملة، عملت مجمعات طاقة، استخدمت تحلية المية، بقى عندي مية، عندي كهرباء، اعمل تنمية. دي حاجة رائعة جدا. هو ده يا فندم في الكلام ده كله موجود في المشروع بتاع حضرتك بالظبط. طيب. اللي احنا ناويين نعرضه كاملة في ابريل 2015 من العريش ان شاء الله. من العريش. حضرتك تتوقع كده اذا بدأ التنفيذ في هذا المشروع ان هو يخلص بعد قد ايه؟ هو الميزة يعني انا عايز ارجع لاول حاجة احنا اتكلمنا فيها. هل في حد هيسيبنا نكمل والكلام ده؟ تمام. لازم تنمية سينا تحصل بطريقة يعني ايه، عايز اقول متراكمة متوالية، مش خطة واضحة قوي. مش هاجي بكرة الصبح اقول ان 600,000 هيبقوا 16 مليون. لازم يبقى عندي نوع من الدهاء من درجات مثلا ضروري. وضروري يحصل التنمية لسبب مادي ولا لسبب امني؟ امني، بسبب تنافسي. نقدر نقولها كده.
ولازم يبقى في نوع من الدهاء، لازم ابقى بعمل الحاجه. عشان كده قلت لك ما هو دهاء بعد اللي احنا سمعناه عن مخططات اسرائيل يعني، والدراسه اللي هي بتعملها يا جماعه، يعني تيجي دوله من عدو لينا على مر السنين تعمل دراسه على ارضنا احنا ما نعرفش عنها حاجه، مؤسفه جدا، حاجه مؤسفه جدا وتضايق جدا. ده حقيقي. يعني من الحاجات البسيطه جدا، هل وده اللي انا قلته في وسط كلامي بس خلينا نركز عليه تاني. تمام. اعمل كوبري يعدي القطر ولا اعمل القطر من الانطره للعريش والناس تستخدمه، يبقى ليه احتياج ليه، يبقى بالتالي يبقى فيه ضغط، ثم اعمل الكوبري. فاهم قصدي؟ لان دلوقتي احنا داخلين نعمل انفاق للسكه الحديد ضمن المشروع بتاع قناه السويس، في مقترح يبقى في نفق للسكه الحديد. لا، ده النفق ده هيكلفني كتير جدا، ابتدي الاول بخط سكه الحديد، خلي الناس تستخدم القطر وتبتدي تشجع نعمل تنميه وناس تروح واملك الناس واوديهم، يبقى في ناس، في بني ادمين، تنميه بشريه. ومن ثم ابتدي الخطوه دي. تاني حاجه، بلاش نبتدي كل المشاريع مره واحده، عشان كده احنا لما نعمل في الجدول الزمني هتلاقي انها ماشيه بتتابع للتمويل، دي نقطه واحده. النقطه الثانيه انه يبقى برضه حصل تنميه في الجنوب ثم تتبعها في الشمال، يحصل وادي تكنولوجيا. طب انا عندي سؤال في وسط كل المشروع الرائع ده اللي اتمنى ان هو يحصل من النهارده، بس حضرتك شايف ان اذا تم البدء حتى ولو في نقطه او في جزء صغير جدا من هذا المشروع مش هتحاربه؟ من مين؟ من الارهابيين اللي موجودين في سيناء، من اي حد بيتجسس عليكم وحد من يعني من خارج. طبعا الخط ده كله كان هيتحرك لورا. فلما بلغ عرفوا رجعوا بسرعه وشافوا الاعمده فلحقوا الموضوع قبل ما يتغير. ده كان هدف مهم جدا وكان مرجع مهم جدا يرجعوا له وهم في تحكيم بتاع طابة، لان دي كانت النقطه الاساسيه اللي بتقول لا دي نقطه مصريه، لان 1906 تم توثيقها. تمام. هذا الشخص سيناوي اصيل، انا بفتخر ان هو جدي الاكبر، هو جد والدتي. حضرتك من اهالي سيناء ايضا. انا بنتمي لاهالي سيناء من ناحيه والدتي وانا بفخور بكده، بس الاهم من ذلك ان دول اهل سيناء، لان حضرتك بتتكلم عن سيناء وحضرتك وسط كلام قلت الارهاب والكلام ده، وكان الصوره عندنا ان في مجموعات ارهابيه وفي بعض من السيناويه اللي ما عندهمش مش عارفين يعملوا ايه. لا، دول اهل سيناء. دي الصوره فعلا اللي دي الصوره. طب عايزين نعرف فين وصل بقى اسعد عرفات؟ فين امثاله؟ ليه الدنيا حصل فيها كده؟ نرجع بقى للميه حضرتك سالتيني عليها. لو احنا عايزين نبص على الميه فلازم ما نبصش النهارده. هستاذنك نرجع لورا برضو عدة سنوات. هي مش كان الاحتلال الصهيوني محتل اسرائيل؟ محتل سينا. اسف. طيب هل يا ترى وقت احتلال سينا كان في مزروعات؟ كان في ميه؟ ولو سالتي اي بدوي قلت له فين ابعد مصدر مياه؟ كان يقول لك 100 متر عن خيمته. طب كان يجيبوا ميه منين؟ منين؟ طيب كان بيجيبوا ميه، لو حضرتك بتسمعي في الاحداث اللي فاتت تقولي في مثلا حد قتلوه في الوادي في العريش. في وادي، بس ما حدش سال نفسه هو الوادي ده كان فيه ايه؟ ولو حضرتك سافرتي جنوب سينا ورحت نويبع او طابه هتلاقي الطريق اللي ما بين الجبال بيتغير كل سنه، وتسمع على السيول اللي بتحصل في الجنوب. بيتغير يعني ايه؟ بيتغير مكانه لانه بيتقطع من الميه من السيول اللي بتحصل. طيب هم كانوا دارسين كويس جدا موضوع السيول، وكانت الامطار اللي بتنزل في الجنوب والوسط يتم تحريكها في مخارات سيول وفي سدود حتى تصل الى وادي العريش فتصب في البحر. يعني اسرائيل دارسه الوضع المائي لسيناء اكتر مننا؟ طبعا. بتعمل ايه بقى؟ الوادي ده كان بيغاث المياه الجوفيه اللي موجوده في سيناء. احسن حته فيها ابار مياه جوفيه الشيخ زويد، فكانت دي المنطقه اللي بيطلع منها المياه. الشيخ زويد بالظبط. طيب هل الوادي جه تاني؟ جه بعد السلام، جه مرتين. هو كان بيجي تقريبا ما بين 4 سنين لخمس سنين 6 سنين، يجي ضخم جدا. بعد السلام جه، بعد السلام مباشره، وجه في 2001. بس لما جه في 2001 عمل حاجه غريبه قوي، انه المستشفى غرقها وغرق مجموعه من المنازل ومشي بره الوادي. عشان مفيش دراسه. مفيش دراسه والمخارات مش مظبوطه فما جاش في الوادي، بل بالعكس احنا بدينا نبني جوه الوادي نعمل حاجات، دي حاجه غريبه جدا. طيب مين احنا؟ مين اللي بنى جوه الوادي؟ احنا يعني لما تعملي يعني؟ اول عملتي مركز، عملتي معسكر للشباب في الوادي من كام سنه وشلتيه، وبعدين دلوقتي في، عارفه مثلا لما حصل وادي في 2001 كان في جدار كبير جدا وكان عليه صور. اللي بيبني جوه الوادي ما عندوش فكره انه ما ينفعش يبني جوه الوادي علشان حضرتك بتقوله ده؟ ما عندوش فكره. هو النهارده اسالك سؤال، هو لو ترجعي كده لكل سنه مش بيبقى في قطع للطريق اللي في وسط سيناء اللي رايح لغايه نويبع؟ لان احنا مش دارسين الميه بتتحرك ازاي. طيب في الثمانينات اتعملت محطه لتحليه الميه في العريش، تمام، ميه محليه بتاعت البحر، وقفت بعد كده. يعني من بقى مثلا دلوقتي 20 سنه زي ما هي مهجوره لمصلحه مين؟
ليه بقى بعد ما جه السلام بدأنا كلنا ندور على ايه؟ عايزين نودي المية لسينا بالترعة، لا طب نوديها في مواسير، وكأنه سينا محتاجة مية النيل منها، عندها مية مش محتاجة مية من النيل. ده بعد السلام. بعد السلام ممكن حضرتك تفسر لي يعني وجهه نظرك بعد السلام؟ انه احنا ما عندناش دراسات، لان قصدي بعد 80 يعني، اقصد بعد ما رجعت سينا لينا، بعد ما رجعت 85 بالضبط يعني. فاحنا النهارده طيب. هل مع يعني دراساتنا للمياه مهمه جدا، المفروض تفرق. في دراسات دلوقتي بتحصل انه يعملوا تحليه للمياه في شرم الشيخ محط، حتى اللجنه راحت هناك قلت لهم طب يا ريت بقى ترجعوا تدرسوا اللي موجوده في العريش ليه وقفت، تمام، لانه تحليه مياه البحر ده برضه سبيل مهم جدا. فنرجع نقول يبقى احنا هل احنا محتاجين نودي المايه للعريش والرفح وبير العبد سينا كلها على مقبل من النيل، ولا نقدر نستثمر المياه الجوفيه اللي بتيجي عن الامطار والسيول اللي بتنزل في الوسط ثم تذهب للبحر المتوسط؟ الحقيقه يا فندم ده خليني اقول لك ده كنز اخر من ضمن كنوز سينا. هو بس ده مش ده سؤالي يعني، سؤالي هو حضرتك يعني ليه كنت متحمس لهذه الدراسه؟ هل بس لانك ليك اصول سينوية يعني؟ اقول لحضرتك قبل ما اكون رئيسا للحزب انا كنت رئيسا للجان النوعيه في حزب العدل، والمشروع ده احنا شغالين عليه بقالنا سنه ونص حاليا او سنتين تقريبا، وقلنا في ابريل اللي فات والله يرحمه بقى كان اللي هو زكي عكاشه، ده كان احد الناس اللي شغالين في المشروع وهو طيار كان حارف 6 اكتوبر، قلنا ساعتها وكان مات في ابريل في اعياد سينا اللي فاتت، قلنا ان احنا في ابريل القادم من وسط سينا هنعلن مشروع هيبقى كامل، فده شغالين فيه حاليا. احد محاور المياه، بس هو في مشروع تنموي ضخم جدا مبني على جمله مهمه قوي، ان الامن يتحقق بالتنميه. الامن هو اللي بيتحقق بالتنميه مش العكس. طبعا مش العكس طبعا، بس ليه في اراء بتقول لا التنميه هي تتحقق لما الامن يتحقق الاول؟ وعايزه لو سمحت التوضيح للنقطه دي علشان يعني بعد كده هيتبني عليها حاجات كتير. طيب هقول لك حاجه حصلت بدون تفاصيل في القصه ناخد الرساله منها. بعد ما سينا رجعت لمصر وابتدى يبقى في ناس من الوادي بيسموه الوادي، يعني عارفه في سينا يقول لك ده جه من الوادي يشتغل في سينا، يعني مسميات انا شخصيا بتضايقني لان كلنا مصريين، ليه جاي من الوادي وجاي من مصر وكلام من ده. المهم فنزلت ست بسيطة جدا سينوية تشتري رز من البقال، فقالت له عندك رز؟ قال لا يا حاج ما عنديش. بعدها بيومين ثلاثة قالت له عندك سكر؟ قال لا ما عنديش. فقالت له يا ابني وانتم مطولين؟ من هنا يبدأ الأمن وهو تأمين احتياجات المواطن. إيه؟ هو انتم مطولين؟ مطولين يعني ايه؟ قاعدين تاني. لسه هي بتدور على ايه؟ هو ايه مهمها؟ جودة الحياة. هي عايزة خدمات، عايزة حقوق، عايزة جبر يعني عايزة حاجتها. فالنهارده اذا كانت نزلت ما لقتش سكر يبقى في امن. فهي من هنا يبدا الفكره بتاعت ايه؟ ان الامن يبدا من تامين احتياجات المواطن. وهي تبدا من التنميه. سينا 28% من مساحه مصر. الخطوره انت دي 28% من مساحه مصر. فيها 700,000 نسمه يعني ما كملتش 1%. طيب انا عندي دلوقتي حقائق الحقيقه قد تبدو مدهشه للبعض. ان سينا من ضمن يمكن احنا في حلقات سابقه اتكلمنا عن الكنوز اللي في سينا وتنميه سيناء بشكل يعني كبير، لان طبعا هي من اخطر واكثر المناطق والمحافظات يعني المدن والمحافظات في مصر. هذه المنطقه او هذه القطعه الثمينه من جمهوريه مصر العربيه لها يعني طابع خاص وسحر خاص. اللي انا بقى بقوله يا فندم دلوقتي، احنا ما اهتمناش بالبحث ولا بالدراسه طول السنين دي من ساعه ما سينا رجعت، ويمكن من قبل ما سينا ترجع كمان من ساعه الحرب خلينا نقول، ومن قبل كده. انا عايز افهم الكلام ده، ما فيش ولا دراسه اتعملت طول السنين اللي فاتت؟ يعني ما فيش دراسه اتعملت طول 40 سنه اللي فاتت مثلا عشان الناس تقول نيجي دلوقتي نقول ايه ده ما ينفعش ان احنا نوصل النيل لسينا، ده سينا فيها مياه جوفيه كاننا اول مره نعرف ان الامطار والسيول بتنزل في سينا. طيب خلينا نقف عند محطات. محطه اولى في كوبري اسمه كوبري فردان اتعمل عشان يعدي القطر، بالمناسبه يوم ما اتعمل واتفتح في 2001 ده اكبر كوبري متحرك معدني في العالم، تمام، اتعمل عشان القطر يعدي عليه ويكمل يروح فين؟ العريش بقى ورفح. لكن الحقيقه اللي حصلت ان كوبري اتعمل والقطر عدى ووقف الناحيه الثانيه، وقف خالص ما مشيش. ولما يوم اتفتح في 2001 هو كلف 380 مليون الكوبري، والمشروع السكه الحديد شامل الكوبري كان المفروض 1.5 مليار، وكانت الخطة بتقول إن في 2017 هيكون هذا القطر وصل لفين؟ وصل لغاية العريش، عشان يكمل بعد كده بقى المستقبل يبقى قطر الشرق بتاع زمان. طب ليه ما كملش؟ هنرجع نقول إنه هل هي الرغبة هي اللي منعتنا، ولا هناك أمور أخرى منعتنا؟ رغبة من إيه؟ رغبة من يدير البلد. الرغبة هل من يدير البلد كان عنده الرغبة؟
ولو كان عنده رغبه هل في حاجه منعته؟ لانه كتير في يحصل كلام يقول لك ايه لا في جهه اخرى بتمنعنا نعمل كده. طب لو فندم دي علامه استفهام حكايه جهه اخرى دي ليه؟ لان انا كل ما بكتشف حاجه زياده او حاجه ثمينه في محافظه سيناء اقول طب في ناس واضح جدا ان في ناس عندها مصلحه ان المكان ده يفضل كده، ارهابيين بيضربوا في الاهالي واهالي بيضربوا في الارهابيين والجنود بيحاربوا وكل يوم 20 30 واحد بيستشهد في الجنود. لا ما هو انا تخيل حضرتك بتقول لي 28% من مساحه مصر ساكن عليها 1%، ما كملش 1% وما كملش 1% 700,000 يعني اقل من 1%، 28% من مساحه مصر ساكن عليها اقل من 1% من سكان مصر. خليكوا بقى يعني معانا كده علشان تعرفوا مين اللي عنده مصلحه ان سينا ما يبقاش فيها تنميه، مين اللي عنده مصلحه ان سينا ما تنهضش، وايه الخطر اللي ممكن يكون على اعداء مصر من تنميه سينا. اتفضل يا فندم. طيب هقول لحضرتك حاجه، انا مش هقدر اقول انه مش من حق اي حد منافس، اي دوله منافسه، مش هقول عدو، هقول منافس، انه يفكر في مصلحته. لكن الغلط كله ان انا ما اعرفش مصلحتي فين. تمام؟ يبقى لازم اعرف ان سينا اللي فيه 1%، وانا هخضك بقى. في 40,000 واحد تقريبا مقدمين طلب ان هم يتنقلوا من سينا في شغلهم، موظفين في تلك الايام. 40 طبعا في وضع امني سيء جدا. طيب هقول لك حاجه ثانيه مهمه جدا بقى. نسال سؤال لنفسنا، احنا النهارده بنعمل تنميه لاقليم قناه السويس اللي هيمتد شرقا شرق القناه حوالي 40 كيلو تقريبا. تمام؟ يعني تقريبا هيمشي كده. نسال نفسنا سؤال، هل احنا في حاجه الى تنميه سينا في وقت تنميه اقليم قناه السويس؟ انا بقول لك احنا في حاجه ملحه. ليه بقى؟ ليه؟ لان في اثر سلبي لازم ناخد بالنا منه استراتيجيه. النهارده انت اثر سلبي لايه؟ لتنميه اقليم قناه السويس إيه على سينا. ايه هو بقى؟ النهارده انت هتنمي اقليم قناه السويس وفي ارهاب ومفيش خدمات والدنيا سيئه جدا، جوده الحياه سيئه جدا في سينا، طبيعي جدا الناس في سينا يحصل ايه؟ هيجروا بقى على قناه السويس. يبقى انت هتفضي ال 100 كيلو الموجودين في عمق سينا هتفضوهم لمين بقى؟ بالظبط. هتفضوا يعني الشويه اللي فاضلين كمان هيمشوا، هيروحوا يشتغلوا في حته ثانيه. يدور على رزقه. يبقى الحل ايه؟ احنا في حاجه ملحه لتنميه موازيه لتنميه اقليم قناه السويس حتى نحمي مصر. تبقى موجوده جوه سينا. دي مهمه جدا. وتعالي نبدا ان احنا نقول، انا هقول لك شويه محاور كده، معالم للمشروع. احنا بنتكلم على ايه؟ بحاجه مبسطه، احنا بنتكلم على قطاعات متداخله شويه. خلينا نتكلم مثلا على الطرق. انا كلمتك على القطر، الطرق يعني بتكلم على الحركه يعني. القطر ده مهم جدا، ابتدي بيه. تمام؟ اللي ما بين القنطره لغايه العريش، ومن ثم اعمل النفق او اعمل كوبري، ده موضوع تاني. تاني حاجه، مينا طابا يجب ان يطور، اسف، مينا الجوي يعني، المطار بتاع طابا. مطار راس سدر يجب سرعه انشائه. مينا العريش اللي حاليا اخذت قوات مسلحه لازم سرعه انهائه. لان مينا العريش مع شرق التفريعه لما يخلص ده ثنائي مهم جدا لمواجهه بقى مينا حيفا. لو احنا عايزين نشتغل بجد في النقل المويه، نزل تحت في ابو سنيمه. ابو سنيمه بقى في الجنوب محتاجه ايه؟ محتاجه نشتغل عليها صناعه وتعدين ونعمل خدمات ملاحيه ونعمل مينا هناك. طب نتكلم في السمك، بحيره البردويل دي كنز محتاجه تطهير وتطوير وعمل مينا. في مشكله في موضوع الصيد هناك، وكذا حد اشتكى من الموضوع ده. ده حقيقي، وبيقولوا ان هم مش قادرين يشتغلوا بالشكل الملائم والمناسب. لازم تطوير. هم ايه مشاكلهم في الصيد؟ عندهم مشاكل كده جدا، الاسطول محتاج يتطور، المينا نفس البحيره محتاجه تتطهر. لازم يحصل مينا، لازم يحصل استزراع سمكي، يبقى في مفرغات، يبقى في احواض. تعالي ننزل في الجنوب في حته اسمها راس الكنيس، هوريك بقى حاجه على السمك، توريك قد ايه احنا عندنا يعني نوع من، مش عايز اقول ايه يعني، اداره سيئه جدا. راس الكنيس دي منطقه موجوده ما بين الطور وشرم الشيخ. تمام. منطقه مميزه جدا للاستزراع السمكي. فيها نزاع ما بين هيئه الثروه السمكيه وهيئه التنميه السياحيه، الارض تبع ولايه مين. ويمكن انا شفت بعيني مشروع المفروض يتعمل هناك للثروه السمكيه بقاله قعد 6 سنين، الارض تبقى تبع مين فيهم؟ علما بن عادل الراضي لما كان ماسك التنميه السياحيه في اوائل التسعينات او اخر الثمانينات طلع قرار ان هذه الارض مش ملكهم. محتاجين تدخل بقى سريع. راس الكنيسه دي منطقه هايله جدا للصيد. تخيل انت عملت بقى استزراع سمكي في الحته دي في راس الكنيس، واربطيها ببحيره البردويل، يعني هنا في الشمال بحيره البردويل وفي الجنوب راس الكنيس. تمام. قصه ثانيه خالص. جميل. طب انا هقول لحضرتك يعني حاجه. لا كنوز احنا متفقين على ده تماما. وحزينه حزن شديد ان يعني معظمنا ما يعرفش ده للاسف. بس خلينا نرجع للواقع مره ثانيه ونقول الواقع الموجود دلوقتي، يعني
في إرهاب في سيناء، مش هننكر ده يا فندم، ومش هننكر إن الإرهاب ده مقصود، ويمكن دي معلومة جديدة أو حقيقة من الحقائق اللي ممكن نكشفها النهاردة، إن الإرهاب مش مقصود به فقط إن هو يغتال الجنود ويغتال الأهالي، الإرهاب هنا مقصود به كمان إن هو يغتال الأرض نفسها، يغتال التنمية، يغتال هوية هذا المكان، نحوله لمكان مجرف، مكان فارغ، مكان بس يعني يسكنه الإرهابيون. أنا عايز أفهم يا فندم دلوقتي، يعني النقاط دي المفروض تتقدم بأي شكل؟ الأمن عليه عامل كبير طبعا، وحضرتك بتقول لي الامن يعني التنميه الاول قبل الامن. طب ازاي ان في ناس هتيجي تقول لا احنا خايفين نروح نشتغل في وسط المجزره اللي بتحصل هناك، واحنا عارفين ان في هناك بتحصل حرب؟ طيب هسالك سؤال، اسرائيل بتعمل ايه دلوقتي في غزه؟ بتبني مستعمرات. يعني اسرائيل بتبني مستعمرات في غزه، وغزه تعتبر خطر اسرائيل، بس هي عرفت اسرائيل ازاي تعالج الامر. هي بتبني مستعمرات وتحط ناسها، وبالتالي بتمنع الخطر. ايه ده يعني استخدمت التنميه لتحقيق الامن؟ طب ما نتعلم منها، مش عيب. لا عيب، لا مش عيب، عشان احنا اللي علمنا الناس. لا اسرائيل نمبر واحد في البحث العلمي، احنا 127، فمش عيب. بس يا فندم في مقالات كتير بتقول ان اسرائيل مش رقم واحد ولا حاجه، وان ده رقم واحد طبقا للتنافسيه الدوليه، تقرير التنافسيه الدوليه رقم واحد. مش دي القصه، انا عايز اقول ايه، مش عيب اتعلم من اي حد، بس انا عايز اقول كده. تعالي نرجع لحاجه كمان صغيره. اسرائيل لما دخلت سيناء عملت ايه؟ يا ريت كلنا نروح نتفرج على يميت. يميت دي مستعمرة اتعملت بالقرب من شيخ زويد، وهدمتها كلها قبل ما تمشي، ما عدا المعبد ما كسرتهوش. في اليوم ده مصر اخذت قرار، انا ما اعرفش ليه ما عملتوش لغايه دلوقتي، وانا اتمنى انه يتم احيائه. قالت هتسيب يميت زي ما هي، بس تيجي الناحيه الثانيه من الشارع وتبني مدينه اسمها الفيروز، وتقول اسرائيل هدمت واحنا بنينا، بس لغايه النهارده ما بناش الفيروز. ما هو في انا مش قادره استوعب قصه ان انا ابني في وسط الضرب، يعني مش عارفه استوعب، وحاسه كمان ان في ناس كتير ممكن ما تستوعبش ده يا فندم. عايزه ابسط الموضوع عليهم اكتر من كده، انا عايزه اوريهم ان دي لما يعني يحصل فيها تنميه هيبقى شكلها ايه، هنقدر نواجه ايه. طبعا احنا امنيا واستراتيجيا هنواجه حاجات كتير، بس انا بتكلم على السكان، بتكلم على الناس اللي عايشه. انا موافق جدا. لا طبعا انا ما بقصدش ان انت في وقت حرب في حاله تنمي. رعب يعني. تمام. طب خلينا نتكلم، ناخد حاجه. احنا دلوقتي عايزين نعمل الشريط الحدودي ده نأمنه. هو في حد متخيل في الدنيا ان يعني ممكن يرص جيش على حدود بلده؟ مستحيل. لا طبعا. طب ما تيجي نعمل اتفاقيه، ما تيجي سكان الشريط الحدودي نملكهم الارض ونطلب منهم يزرعوه، ونعمل معهم اتفاق ان اللي هيثبت عنده واحد بس انه عدى نفق ولا عمل اي حاجه تبقى خيانه عظمى، ويمضي على موعد. ده دلوقتي يا فندم؟ اه في الظروف دي اديلهم. ايوه طبعا، بالعكس عايزه تاخدي قرار قوي، اعملي حاجه جذريه، اعملي حاجه عكس ما الناس متوقعه، اطلعي ملكي الناس واطلعي اقفي وسطهم، ادي ثقه للشعب. خلي بالك الشعب اللي قاعدين في العريش النهارده اللي عندهم حظر تجوال من الساعه 5، اللي مش لاقيين حاجه ياكلوها لان كل المزروعات كل الزراعات اتحرقت، والمناطق اللي فيها زراعات كلها في مناطق فيها للاسف ارهاب، يعني للاسف شديد، اطلعي اديهم ثقه، خليهم. انت عملت اتفاق مره مع شيوخ القبائل من حوالي سنه ونص او حاجه زي كده عشان يسلموا ارهابيين، وسلموهم، بس كان النتيجه ايه؟ انك ما عرفتيش تحميهم، فالارهابيين قتلوا شيوخ قبائل، في 14 اتقتلوا وفي ناس تانية اتقتلت. طب احنا محتاجين ناخد خطوات حقيقيه. يعني ازمه تمليك الاراضي دي هي من احد المشاكل طبعًا اللي المفروض يعني المفروض هم. هقول لك حاجه، يعني انا بالصدفه كده جايب معايا حكم حصل في سنه 41. الحكم ده كان مهم قوي. مجموعة من السيناوية رفعوا سنة 41. ممكن نوري لي الكاميرا بعد إذنك؟ آه. مجموعة من السيناوية عملوا بالزبط. إيه؟ بالظبط، رفعوا قضية على الـ على الـ على الـ على بعض وعلى الحكومة عشان تمليك الأرض. وساعتها كانت اللي حصل إيه بقى؟ يعني حتى ممكن نشوف بقى يعني ده تاريخه باين، وباين تحت مكتوب إيه؟ الحكم كان طلع إزاي؟ كانوا بيتكلموا الأرض دي أرض أهلية ولا أرض ملك الدولة، ملك أملاك عامة. فالحكم في الاخر طلع قال انه نرفض الدفع الفرعي بعدم اختصاص المحاكم الاهليه بنظر الدعوه وباختصاص القضاء الاهلي بنظره. قال ان دي ارض اهليه والقضاء الاهلي يختص بيها. اي حد النهارده بيجي يرفع يعني عايز يملك ارضه في سيناء بيرجع ليها. اللي بقصده ايه؟ ان من 41 كان الناس السيناويه مدركين الارض، وفي حكم اتقال ان دي ارض اهليه مش ارض عامه. ده مهم جدا. في فرق كبير اذا كنت انت مش محسساني ان انا ملك الارض هدافع عنها ليه؟ انت بتحسيني مش بتاعتي. طب نرجع بقى للارهاب.
حدش فكر كده الارهاب اتزرع ازاي في سيناء وازاي اسرائيل زرعته في 10 سنين او اكتر ازاي؟ طيب هقول لحضرتك قصه صغيره جدا. في المنطقه اللي في الوسط او جنوب بقى شيخ زويت والعريش، المنطقه ديت كان في زراعات للبانجو، ابتدت المخدر البانجو ابتدت اسرائيل تشتري البانجو من المزارعين وتساعدهم على زراعته وتاخده كل سنه، تعمل بيه ايه؟ تحرقه لمده 10 سنين، هي بتاخده تحرقه، فهو يتعود على هذه التجاره وما يعرفش حاجه ثانيه لغايه لما وصل الكيلو ل 1000 جنيه ثم 2000 جنيه. فجت في يوم، ده من امتى يا فندم معلش؟ الكلام ده كان وقت الاحتلال، فانا بقول انه في 10 سنين او اكثر. وجت قالت له بعد كده انا مش عايزه. فبعد ما هو اتعود، اكنك بتخلي واحد يدمن شيء معين. فبعد كده حصل ايه؟ ما انا مش عارف ابيعه فين، ما انا اتعودت على تجاره سهله ما اعرفش غيرها وربح كبير. فكانت النتيجه ان انا الف وابيع فين؟ في قلب مصر. طبعا. فبدانا نحاربه. فابتدى يجيب سلاح يدافع عن نفسه. فابتدى يدافع عن تجارته الغير مشروعه بس ما يعرفش غيرها. فبعدها ابتدى يتاجر في السلاح، ثم ابتدى يتاجر في البني ادمين سواء قطعه او يعني كمين، ما هو بيهربوا من افريقيا تحت لغايه اسرائيل. لو احنا درسنا القصه كويس وعرفنا جذور الارهاب ازاي اسرائيل زرعتها ونعرف ازاي اسرائيل تعاملت باستراتيجيه، لازم نقاوم الارهاب بفكر استراتيجي اخر. صحيح. يمكن دي النقطة اللي احنا بنحاول نركز عليها طول الوقت، احنا في حرب العقول مرة تانية. اديكوا شفتوا يعني الكلام من مختص ان اسرائيل بتعمل ايه في الخفاء وتعمل في صمت شديد جدا للإطاحة بينا بشكل فعلا يعني خلينا نشبهها مثلا بالحية او بالتعبان. ده حقيقي. طب اقول لحضرتك حاجة يعني معلش، هو كلامنا كله واضح انه صادم وممكن يضايق، بس هو الصدمة كويسة ان احنا نفهم احنا محتاجين ان احنا نعرف المشكلة بس. صحيح. عشان نقدر ان احنا ندرك. صحيح. ايه نقاط الضعف اللي عندنا بس عشان نقويها. احد محاور شغلنا عايزين نشتغل عليه وهي نبع من اللي انا شفته بعيني. لو اي حد راح سينا بعد على طول ما رجعت لينا هتلاقي ان اغلب البيوت كان فيها سخانات شمسية وما كانش في حد عنده سخان كهرباء. النهارده العكس، كلها كهرباء؟ كلها كهرباء. طيب تعالي بقى نربط ثلاث حاجات ببعض. احنا عندنا الرمال بيضاء ناجحه جدا في الازاز. طب ما تيجي نشتغل بالمجمعات الطاقه الشمسيه، انه نعمل صناعات لوادي التكنولوجيا بنتكلم عليه ده. حضرتك بقى لنا يعني شهرين ثلاثه بنقول الرمال في سينا معجزه، ممكن معجزة. بجد معجزه. تعالي بقى من معجزات الالهيه بثلاث حاجات. الاولى ان احنا نصنع بيها مجمعات طاقه شمسيه. نقطه اثنين ان احنا نعتمد الاستخدام الشمسيه، ده الاساس. نمرة ثلاثة، تحلية المية. انت عارفة ايه مشكلة الكهرباء؟ مشكلة الكهرباء انك تخزنيها ازاي؟ يعني اكبر مشكلة في الكهرباء توليد الطاقة، كيف تخزني الطاقة؟ فلو انت عملت سخانات شمسية بتبقي مش، عشان كده بيحصل ربط ما بين الدول. ليه الربط ما بين الدول؟ في الوقت اللي انا مش محتاج فيه كهرباء اديها للدولة التانية، وقت ما نحتاج كهرباء خدها من الدولة الأخرى، لأنه تخزينها صعب جدا. طيب تحلية المية، الملح أحسن حاجة أقدر أخزن فيه الكهرباء بصورة الطاقة الحرارية. بنقلها الطاقة الحرارية وخدها تاني. الملح. الملح. تمام. طيب عندنا بقى ثلاث حاجات نربطهم وده في مشروعنا. ايه؟ محطة التحلية اللي تحصل في شرم الشيخ تتعمل موسعة جدا، واللي في العريش تكبر وتبقى حاجة موسعة، ويبقى معاها محطة توليد طاقة كهربائية بالطاقة الشمسية. واستغل الملح ان انا اخزن فيه الطاقة الحرارية، فاستخدم الكهرباء اخزنها واستخدمها في الوقت اللي ما فيهوش فيه شمس. يبقى هنا استخدمت الرملة، عملت مجمعات طاقة، استخدمت تحلية المية، بقى عندي مية، عندي كهرباء، أعمل تنمية. دي حاجة رائعة جدا. هو ده يا فندم في الكلام ده كله موجود في المشروع بتاع حضرتك بالظبط. طيب. اللي احنا ناويين نعرضه كاملة في ابريل 2015 من العريش ان شاء الله. من العريش. حضرتك تتوقع كده اذا بدأ التنفيذ في هذا المشروع ان هو يخلص بعد قد ايه؟ هو الميزة يعني انا عايز ارجع لأول حاجة احنا اتكلمنا فيها. هل في حد هيسيبنا نكمل؟ والكلام ده تمام. لازم تنمية سينا تحصل بطريقة يعني ايه، عايز اقول متراكمة متوالية، مش خطة واضحة قوي. مش هاجي بكرة الصبح اقول ان 600 الف هيبقوا 16 مليون. لازم حضرتك قايل درجات مثلا ضروري. وضروري يحصل التنمية لسبب مادي ولا لسبب امني؟ امني، بسبب تنافسي. تنافسي نقدر نقولها كده. ولازم يبقى في نوع من الدهاء، لازم ابقى بعمل الحاجه. عشان كده قلت لك ما هو دهاء بعد اللي احنا سمعناه عن مخططات اسرائيل يعني، يعني والدراسه اللي هي بتعملها يا جماعه. يعني تيجي دوله من عدو لينا على مر السنين تعمل دراسه على ارضنا احنا ما نعرفش عنها حاجه، مؤسفه جدا، حاجه مؤسفه جدا وتضايق جدا. ده حقيقي. يعني
من الحاجات البسيطه جدا، هل وده اللي انا قلته في وسط كلامي بس خلينا نركز عليه تاني. تمام. اعمل كوبري يعدي القطر ولا اعمل القطر من الانطره للعريش والناس تستخدمه يبقى ليه احتياج ليه، يبقى بالتالي يبقى فيه ضغط ثم اعمل الكوبري. فما قصدي؟ لان دلوقتي احنا داخلين نعمل انفاق للسكه الحديد ضمن المشروع بتاع قناه السويس، في مقترح يبقى في نفق للسكه الحديد. لا، ده النفق ده هيكلفني كتير جدا، انا ابتدي الاول بخط سكه الحديد، خلي الناس تستخدم القطر وتبتدي تشجع نعمل تنميه وناس تروح وملك الناس ووديهم، يبقى في ناس في بني ادمين تنميه بشريه ومن ثم ابتدي الخطوه دي. تاني حاجه، بلاش نبتدي كل المشاريع مره واحده، عشان كده احنا لما نعمل في الجدول الزمني هتلاقي انها ماشيه بتتابع للتمويل، دي نقطه واحده. النقطه الثانيه انه يبقى برضه حصل تنميه في الجنوب ثم تتبعها في الشمال يحصل وادي تكنولوجي. طب انا عندي سؤال في وسط كل المشروع الرائع ده اللي اتمنى ان هو يحصل من النهارده، بس حضرتك شايف ان اذا تم البدء حتى ولو في نقطه او في جزء صغير جدا من هذا المشروع مش هتحاربه؟ من مين؟ من الارهابيين اللي موجودين في سيناء، من اي حد بيتجسس عليكم وحد من يعني من خارج او من الدول اللي هي المعاديه لمصر سمع، هتتحاربوا بشكل او باخر، مش هينزلوا عليكم بالرشاشات بس هتتحاربوا. طيب، الارهاب موجود في الوسط وفي جنوب مدن الشمال ومش موجود في الجنوب سيناء. ليه؟ حصل بعض الاعمال البسيطه جدا في اوقات يعني حاجات متباينه، لكن ما حصلش ليه ارهاب موجود في جنوب سيناء. لان لما حصل التنميه في سيناء، اي نعم كانت التنميه كلها سياحيه، يعني ما كانتش فيها حاجات صناعات وكلام ده، بس يعني في تنميه، فالسكان الاصليين استفادوا. ايوه يا فندم، انا بتكلم على الخطوه الاولى. الخطوه تمام. الاولى انا النهارده ايوه انا عايز اقول ان لازم المواطن اللي موجود هناك يلاقي ان ليه امتيازات ويلاقي انه عائد رايح عليه ايه، في عائد راجع ليه، وحاسس ان في استثمارات بتعود عليه، وحاسس ان في خدمات بتعود ليه. وبعدين في كانت كذا مبادره للتصالح، حتى كانت اللي هو ايه نلم الاسلحه ونوافق عليكم، فاهم يعني؟ فاكر في وقت لو رجعنا للفتره لورا كان حصل من سنه برضو اكتر من كده، ده لازم يحصل، لازم يحصل. ان انا احس ان انا انا ما عنديش مشكله، انا مش عايز استمر في قتل ناس، اولادي واخواتك واخواتنا واولادنا اللي هيموتوا ويفضلوا احفادنا، هل ده يفضلوا يدفعوا الثمن ولا ممكن يحصل مصالحه النهارده؟ مصالحه بشرط الاعتراف بكل شيء. مش نيلسون مانديلا عمل كده يعني؟ جنوب افريقيا المصالحه كانت مشروطه بايه؟ الاعتراف بكل شيء وتسليم كل شيء. ابتدي يمكن تعرف. لا، هو يعني احنا اكيد ان شاء الله هنعرف، بس يعني في برضو حاجات عراقيل كبيره، واضح ان طبعاً. يعني واضح إرهاب. ان اي حد بيعادي طبعاً. الشعب المصري عارف كويس قوي هو بيعاديه ازاي. تمام. انا هستاذن حضرتك، معلش هتكلم حضرتك في هذه التفاصيل، بس اسمح لي اخرج لفاصل طبعاً. سريع ونعود مره اخرى مشاهدينا نستكمل هذا الحوار بعد الفاصل، ابقوا معنا. عدنا مرة أخرى مشاهدينا ولسه بنتكلم عن تنمية سيناء الحبيبة. بجد ترحيبي بضيفي في الاستوديو مهندس حمدي السطوحي رئيس حزب العدل، أهلا بك مرة أخرى. أهلا بحضرتك. حضرتك يمكن اتكلمت عن يعني مخطط، خليني أقول عليه مخطط أكتر ما هو دراسة، لتدمير أرض سيناء والإطاحة بهوية سيناء، وهذا المخطط مخطط إسرائيلي. حضرتك تعرفت ازاي على هذه الدراسه وازاي عرفت ان الاسرائيليين عاملين الدراسات دي كلها على سيناء؟ طيب، خليني اقول حاجه، انا مهتم جدا بموضوع التخطيط بوجه عام، يعني حتى ده في دراستي بقى. يعني انا كشغلي كتخطيط استراتيجي وتخطيط بوجه عام، يعني ده تخصصي المهني. تمام. فده مجال انا بشتغل عليه بقالي فتره. سيناء بالذات نقطه كانت بالنسبه لي محوريه جدا، يمكن عشان ارتباطي ليها، ارتباط يعني جذور، ممكن عشان حضرتك عارف قيمه الارض دي. اوافقك تماما. ولانها جزء مهم جدا، لان انا كنت بشوف انه مجرد سينا رجعت زي ما حضرتك قلت كده في البدايه، جدليات كثيره جدا واغاني، احنا ما عملناش حاجه ثانيه، جدليات بنتخانق عليها ونختلف حواليها، وكميه كثيره جدا من الاغاني اللي بنغنيها. لكن سينا رجعت لينا، هل احنا رجعنا لسينا؟ لا. فبدات سينا رجعت، عملنا ايه بيها؟ ما عملناش حاجه. بعد ما رجعناها عملنا ايه؟ بالظبط. طيب، اول ما رجعت رفح، انا رحت تاني يوم رفح، وكنت ساعتها راكب تاكسي ورايحين، وكان مع اهلي رايحين نشوف رفح من العريش لرفح، واحنا ماشيين في السكه على ايدنا اليمين صحراء،
فلقيت فيها كيس بلاستيك كتير جدا، كميات هائله يعني. فيعني مش عارفين ده ايه. فسالت السواق هو ايه ده؟ فقال ده كانوا بيزرعوا هنا ورد. قلت له ورد؟ فقال اه، كانت الصحراء دي الرمله دي اللي احنا شايفينها بيعملوا كل ورده في صوبه كيس بلاستيك، والاسرائيليين كانوا بيزرعوا ورد ثم يصدروه كله لاوروبا. طب بيزرعوا ورد في ارضنا وبيصدروه لاوروبا. طب احنا شفنا الكلام ده، ده بقى ده عيبنا يعني. خلينا نقول بقى احنا لازم برضو نشوف. طب احنا شفنا حد بيعمل نفس القصه دي، طب ليه ما عملناش زيه وبعدين نطور؟ لا، فضلت الكيس موجوده وكانه لم يحدث. اسرائيل يهمها جدا ان احنا نفضل زي ما احنا طبعا، ويهمها جدا ان وقت ما كانت موجوده كانت الدنيا احسن بالنسبه للسكان اللي كانوا عايشين في الاحتلال، عشان يقولوا ان الوقت اللي كانوا موجودين فيه كانت الدنيا ماشيه. وحتى لو إحباط. كان ده احباط فظيع جدا. طيب، وهنا لازم الواحد يبقى بينظر بنظره مختلفه، واللي مننا يروح يشوف الحدود بين رفح وبين الحدود بين عند رفح، ويلاقي العسكري بتاعنا قاعد في كشك يعني هزيل للغايه، الناحية التانية العسكري الإسرائيلي قاعد في مبنى دورين وقاعد في الدور اللي فوق وعنده كل وسائل الخدمات اللي محتاجها. هنا نبدأ المشكلة. أنت محتاجة العسكري بتاع الحدود بتاعك يبقى في أحسن وضع طبعا، لأنه أهم واحد. تمام؟ طبعا. طيب، عرفت منين بقى زي ما حضرتك بتسألي دراسات وكده؟ أنا مهتم جدا، ما ينفعش أجي أتكلم إن إحنا نتكلم على سينا إزاي نعمل لها تنمية وإحنا ما نعرفش القصة كانت إيه. يعني إحنا بنفكر لبكرة، لازم أعرف كان في إمبارح عشان يبقى النهارده بدايه لبكره واللي بعد بكره. لكن طول ما احنا بنبص بس للنهارده هنفضل في النهارده. فعشان كده كان لازم ادرس البيان. حضرتك اكدت على نقطه مهمه جدا وبرده اكدنا عليها مرارا وتكرارا يا جماعه، التاريخ. التاريخ مش مجرد شويه ورق وشويه كتب هتقروهم ودي حاجات عظيمه وفتوحات وانتصارات واخفاقات وخلاص. التاريخ ده احنا بنتعلم منه نعمل ايه دلوقتي ونعمل ايه بعد كده. صحيح. يعني برنامج التاريخ، طب نقول حاجه بقى دمها خفيف، برنامج نتكلم على التاريخ واحنا اتكلمنا على حاجات كتير جدا دمها. لا بس الحكايه دي احنا مأكدين عليها كذا مره كمان من خلال يعني حلقات سابقه، ان اهميه دراسه التاريخ واهميه تعريف كل واحد بتاريخ طبعا بلده. النتيجه اهي، النتيجه ان احنا ما نعرفش في عندنا كنز موجود في البلد، مش عارفين عنه حاجه. دي نتيجه ان احنا عندنا مشكله في دراسه التاريخ او تدريس التاريخ طول السنين اللي فاتت. وقرأته ازاي اقدر اقرا ما وراء التاريخ؟ في مدينه اسمها المساعيد قبل العريش. ما وراء التاريخ ده موضوع تاني خالص. مين يعرف أنا أعرف بس ليه اسمها المساعيد؟ تمام. ودي نقطه مهمه جدا ما ينفعش تعدي كده. لما جه عمرو بن العاص كان داخل مصر، وفتفتكري لما كان عمرو الخطاب قال له لو انت وصلت، عمرو الخطاب قال له لو انت بعت لك الرسول، القصه الشهيره كان عديت حدود مصر كده. فهو وصل معاه في النقطه دي. فسال احنا فين؟ فقال لك احنا في مصر، وكان بالليل. فخرجوا أهل المنطقة يقولوا له إيه؟ المساء عيد. المساء عيد. يعني عشان كده اسمه المساعيد. بالظبط. فبقت المساعيد. طبعا في ناس بعد كده قالت الله، هم كانوا بيتكلموا عربي؟ اه طبعا بيتكلموا عربي، لأنه الغزوات العربية كانت قبل الفتح الإسلامي، يعني احنا العرب كانوا موجودين وصلوا لغاية النوبة وصلوا كده، لأن برضه في ناس تفتكر إنه اللغة العربية دخلت مع الفتح الإسلامي، لا، في غزوات كانت عربية، هجرات عربية من قديم الأزل. دي حاجة مهمة جدا. يعني دي حاجه المفروض ما تعديش ومفروض يبقى ليها مكان مهم. في محميات في سينا كتير، بس محميه مهمه جدا اسمها الزرانيق. دي قبل العريش بشويه. المحميه دي في اللي يخش فيها ويقف هيسمع الطيور وكانها ما فيش بني ادم غير الطير. تسمعني السمان والطيور اللي بتهاجر كده كلها موجوده في المنطقه دي. انت مش تسمع غير صوت، يعني مش تسمع حاجه غير صوت هذا الطائر، صوت الهواء. محميه طبيعيه جدا. طب عملنا بيها ايه؟ هل عملنا تنمية؟ عارفين عنها حاجة أصلا؟ عارفين عنها حاجة عشان نعمل بيها. طيب، يبقى يعني حاجة بجد تعصب يعني طبعا. إزاي إحنا سايبين الموضوع كده وبعدين نيجي نقول أصل الشباب مش لاقي شغل، أصل التعليم فيه مشاكل، أصل مش عارف إيه، في البحث العلمي هيعملوا فيه إيه؟ طب هيروحوا فين؟ طب الطلبة اللي عايزين يعملوا أبحاث هيروحوا فين؟ يروحوا فين يعني إيه؟ إذا كان عندكم 28% من مساحة البلد ممكن تروحوا فيه، بغض النظر عن أن أنا برضو يعني متحفظة قليلا على موضوع الوضع الأمني وحاسة أن المفروض يحصل شوية تعاون. يعني علماء مصر، نداء لعلماء مصر، أرجوكم توجهوا إلى سيناء، بصوا على بلدكم، بصوا على أرضكم شوية. علماء مصر اللي جوه مصر واللي بره، يعني المفروض حتى لخارج مصر ينظروا نظرة إلى سيناء. صحيح. بص، في أفكار كتيرة، في مشروعات كتيرة جدا، محتاجين حاجتين: الرغبة والتكامل. يبقى في رغبه لدينا ان احنا نعمل ده،
وفي تكامل ان ممكن كلنا نشتغل مع بعض. يعني مش معنى مثلا احنا عندنا حزب العدل هنطرح مشروعنا في ابريل القادم، مش معنى كده انه لو في اي كيان اخر، اي مجموعه اخرى، اي عالم اخر عنده حاجه ممكن تتشال تتحط على عندنا او ممكن شيء من عنده يحط. ضروري ندرك انه سينا جزء اصيل جدا من مصر زي بقيه مصر. ولازم نعرف حاجه تانية جدا، اهمال المناطق الحدوديه خيانه. صحيح. بدليل احنا اهملنا مناطق حدوديه زي العريش وزي سينا وزي تحت لو نزلت وزي الغرب، ايه اللي حصل؟ الارهاب كله جيلك من المناطق دي عشان احنا طيب. بس ليه فعلا دايما في صوره اللي هو يعني برضو خليني عشان طالما احنا بقى بنطرح المشاكل بمنتهى الشفافيه يعني قدامنا، دايما يقولوا لا احنا الناس بتخاف من سينا مش عشان ارهاب، ده من قبل يمكن كده بكتير، لسه هيروحوا يشتغلوا لحد هنا، لا لسه هروح ابني مصنع في سينا، انا لسه مش عارف ايه، ده الناس بتوع سينا دول ما لهمش دعوه بمصر، دول يعني ما يعرفوش حاجه عننا ولا احنا نعرف حاجه عنهم. دايما في كده فجوه ما بين اهل يعني مثلا ما بين اهل سيناء وباقي المحافظات، مش عارفه يعني لغايه دلوقتي مش عارفه ليه في فجوه. في فجوه نعمل ايه؟ نحل الفجوه. يعني احنا حطينا ايدينا ان في فجوه يبقى محتاجين نحلها، نشوف ايه المشكله فين. هل الفجوه انه سكان سيناء مش حاسين ان هم مصريين ولا المصريين سكان سيناء قعدوا مهمشين سنين طويله جدا؟ طب يبقى نحل المشكله. مش دول بس، واهل النوبه كل مناطق الحدودية مهمشة ودي خيانة من زمان. مع ان دي اهم مناطق موجودة على فكرة في مصر. طبعا وده الخير. يبقى احنا ما دام عرفنا ان في فجوة تعالي نعالجها. لكن عرفنا في فجوة مش نتعامل معها انها واقع. الحقيقة لازم احول بقى الفكرة اللي هي حلم اللي هي مبادرة اللي هي مشروع الى حقيقة. نغير بيها الواقع المرير، ما عنديش حل تاني. لان لو ارتطيت بالواقع يبقى هفضل زي ما انا. يبقى اتاكدي تماما ان سينا اللي فيها اقل من 1% من سكان مصر مش هيبقى فيها حد. مش هيبقى فيها حد. لو احنا جينا في المنطقه اللي احنا فيها النهارده وفضيناها وسبناها 10% بس موجودين، 90% يبقى فيها مين؟ حراميه. صح ولا لا؟ ارهابيين طبعا. طيب يبقى لا مش حراميه، ارهابيين. اوكي يبقى دي البدايه. لازم نعرف يبقى عندنا الرغبه لذلك، ونعرف ان احنا بنتكلم. خلي بالك انت بتتكلمي في سينا، بتتكلمي على زراعات مش موجوده غير، بتتكلمي على زيتون، بتتكلمي على تين، بتتكلمي على لوز، بتتكلمي على يعني في بعض من زراعات يعني الاعشاب، في زراعات معينه ومحاصيل معينه مش موجوده الا هناك. طيب ما تيجي نعمل تنميه عليها. ليه لا؟ هو السبب الوحيد من وجهه نظري هو الامن، الارهاب. بس طالما الارهاب هيتحل يعني التنميه الى جانب جهود قواتنا المسلحه طبعا، والى كلنا في خندق واحد بالظبط، كلنا في مركب واحد. انت محتاجه ان الكل يقف في خندق واحد، أهالي سينا، القوات المسلحة، كل من لديه فكرة أو مشروع، تعالوا نقف في خندق واحد نحارب الإرهاب بأدوات مختلفة. الإرهاب في فرق ما بين تحارب الإرهاب وتقضي على الإرهاب. إحنا عايزين نقضي، صح ولا لأ؟ القضاء على الإرهاب ليه وسائل عدة، الأمن يعني ملف الأمني، ملف الاجتماعي، ملف السياسي، ملف الاقتصادي، تعالوا نشتغل عليهم كلهم. وكلنا نبقى في خندق واحد بنقضي على الإرهاب. هي المفروض كل بقى اللي حضرتك بتقول ملف الأمني والاقتصادي والسياسي الاجتماعي والسياسي والاجتماعي، ما هم كل دول محتاجين ان هم يتكلموا بعض طبعا، يعني يتعاونوا مع بعض. تكامل بقى. مش كل واحد بقى التكامل بالظبط ورؤية. يعني مش كل بس دي يا فندم يعني وظيفه مين تحديدا في الدوله ان هو يجمع كل هذه الكيانات مع بعض علشان يقدروا ان هم يوصلوا لده وان هو يقضي على اي خلاف موجود، لان اكيد وارد جدا ان في كيان او اتنين يكون في بينهم خلاف. في جهاز اسمه جهاز تنميه سينا، انا من هنا بوجه كده يعني رجاء، هذا الجهاز محتاج حاجتين. محتاج انه يعاد يعني عايز اقول مثلا ايه هيكلته والرؤيه والخطه والمنهج والرغبه. احنا النهارده يعني هو وظيفه جهاز تنميه سينا هي دي وظيفه اسمه كده اسمه جهاز تنميه سينا. ده بقى المفروض يقوم بهذا كل احنا اتكلمنا عليه. طب يقوم بيه ازاي بقى؟ يبقى لازم وجهه النظر بتاعتنا تختلف النهارده، لان برنامج الجهاز ده كان موجود بقاله سنين وهذا هو المنتج. يبقى في حاجه في المنهج. طب ما تعالوا نطور المنهج عشان نطلع منتج تاني. يبقى البديل ايه؟ منهجيه التفكير. موضوع واضح. كل الخطه التنمويه دي ممكن تنفذ تاني في قد ايه يا فندم؟ احنا متفقين ان مفيش مشروعات هتتعمل مره واحده وان احنا لازم نتكتم عليها، احنا كده مش متكتمين ولا حاجه بس كلها عارفه يعني بس يعني المهم ايه الخطوه الاولى حضرتك شايف ان احنا نبتدي من انهي ملف في دول؟ هقول لحضرتك حاجه، انا بتوقع لازم يبقى في محطات واضحه حتى للسكان والمصريين كلهم يحسوا بيها.
وتبقى مربوطه بتواريخ. يعني تعالي نقول انه كمان 10 سنين يبقى عندنا حاجات، كمان 5 سنين كده خطط تمام. يعني خطط، بس لازم نقول اني قطاعات انا محتاج اشتغل عليه في الاول. ضروري جدا الشبكات بتاعه الطرق، يعني بيبقى عندي ما بتكلم دلوقتي في سك حديد ده شبكه مهمه جدا. الطريق بتاع الطرق في جنوب سيناء لازم يحصل لها كلها ازدواج، دي حاجه مهمه جدا تمام. المينا بتاع العريش خصوصا ان قوات مسلحه غدته وشغال عليه، يحصل تطويره بسرعه وربطه بشرق التفريعه، دي خطوه تبقى هايله. لانك دولت انت بتعملي مينا وتطوريه، في ناس تروح تشتغل فيه، في تجارات هتحصل ايه، ففي ناس زي ما تيجي تعملي جامعه في منطقه. انا ملاحظه ان حضرتك مركز على العنصر البشري اكتر من اي عنصر. طبعا لانه التنميه هو البني ادم هو حجر الزاويه في التنميه. انا محتاجه انمي. لا انا اقصد ان حضرتك طول الوقت حريص على ان لا تفرغوا سينا من السكان، لا تفرغوا سينا من السكان، لان يعني فعلا لو سينا بقى، انا عايزه اشوف الوجه الاخر القبيح لعدم تنفيذ، لا قدر الله عدم تنفيذ هذا المشروع، اذا تم يعني ترك سينا زي ما هي كده وخلاص، ايه اللي هيحصل؟ هتبقى سينا ارض 28% من مساحه مصر، بيقطنها ما فيهاش اكتر من 0.5% من سكانها، فهي ارض الاسم بتاعتنا ولكن ما فيهاش حاجه، ولو اي حد عايز يخشها بقت سهله مفتوحه، اي حد عايز يدخل سينا كان هيبقى سهله فعلا لو ما تنمتش وتم القضاء على الارهاب. وكمان مش حاجه اسمها اي حد يدخل سينا وخلاص، ده اي حد عايز يدخل مصر طبعا بعد كده هيدخل. طبعا ده مستحيل، يعني انا بقول الوجه الاصل ده مستحيل يحصل، اكنك بتقديم هديه. تمام، فده اللي لازم نبتدي بيه. وانا رايي حاجه بقى، تعالوا نبتدي بالقدرات، يعني القدرات البشريه الشبابيه الموجوده متوفره كتير جدا. في شباب كتير جدا نفسه يعمل حاجه، طب ما تعالوا نسمع افكارهم حتى. يعني انا نفسي انه ليه ما تطلقش كده عنان للشباب، مسابقات للشباب يعملوا افكار للتنميه والتخطيط، شباب تعالى انت اعمل تنميه وتعالى ملك ناس واعمل خطوات مهمه جدا، بس الاول تبقى مدروسه. يعني لما بنقول دلوقتي مثلا تنميه ثروه سمكيه، نقول بردويل ونقول رأس الكنيسة. ليه بقول رأس الكنيسة؟ رأس الكنيسة دي تبعد 50 كيلو عن شرم الشيخ. تخيل لو عملت استزراع سمكي في هذه المنطقة، انت غزيتي عندك سوق مفتوح في شرم الشيخ كبير جدا. طيب عملت استزراع سمكي، يعني عملت مجتمع وعملت ناس تشتغل. طب رملة بيضة، طاقة شمسية، تحلية مية، اعملي السدود، جبت مية عذبة، مياه جوفية، شيخ زويد طلع منها أبار، عملنا شبكة مياه، زرعنا. هي محتاجة كده، محتاجة نتورك، بنية أساسية، بنية تحتية تتعمل بخطة واضحة، بس المهم إن أنا أبقى قاري الدراسات. طيب يعني المياه اللي بتعمل لنا المشاكل دي نستخدمها. ما هو كمان يا فندم قبل بس معلش ما اتكلم على المشروع، يمكن حضرتك برضه قلت لي نقطه، حكايه ان احنا تاني ما اهتمناش بقصه البحث العلمي، برضه التاريخ والبحث العلمي هم حاجتين يعني ماشيين بنفس يعني بنفس الخطى، حاجتين في الاخر بيرتبطوا ببعض ارتباط شديد، ادينا شفنا النتيجه للاهمال. مش عيب ان انا اقول ان انا اهملت في الحاجتين دول طول السنين اللي فاتت، مش عيب اقول كمان ان في جهات معينه او اعداء معينين شغلونا شغلوا شبابنا بحاجات تانية تافهة جدا عن الحاجات دي، أو خلوا الحاجات دي شكلها قبيح في عيون شبابنا وعيون مواطنين مصر، ده بالإضافة طبعا لأن احنا كسلنا فساعدنا في ده يعني. طيب المشروع ده حضرتك تتوقع لما يتقدم إن شاء الله الحكومة في أبريل القادم 2015 هتقدموه إزاي؟ هتقدموه بالدراسة مثلا، يعني أنتوا هتقدموا هذا المشروع، هتقولوا المشروع ده مثلا هيتنفذ في كذا، فعلى كذا نطاق، على ردود فعل الحكومه شكلها ايه، او متوقعين ان هي ممكن تكون شكلها ايه؟ إيه انا يعني بص انا مش مهتم هي ردود فعلها تبقى ايه، انا مهتم اكتر هتنفذ ولا مش هتنفذ بالظبط. يعني خلينا نقول حاجه، ما هي رد الفعل ده هيترتب عليه بعد كده همنا مصر صح، يعني احنا كلنا همنا ان مصر تبقى كويسه. احنا بنقول ان احنا هنطرح المشروع من سيناء في ابريل القادم، وهنقدم الدراسه كامله للجهات المعنيه. انا ما اعرفش ساعتها هل هيبقى في ابريل ده هيبقى في برلمان ولا لسه ولا ما فيش، هيبقى يعني انتهت انتخابات برلمان لسه دلوقتي مش عارفين المواعيد، بس يعني اتمنى يكون يعني في برلمان مارس. يبقى في اكتمال بيقال مارس يعني. بالظبط بيقال تبقى اكتملت الدوله يعني ونبتدي نطرحه. الدوله اقتنعت وعملته كان بيها كويس جدا، قدرنا ان احنا نطرحه من خلال البرلمان هنطرحه برضه. يهمنا في الاخر انه يتعمل. لما نقدم الدراسه هنقدمها معاها بعض الدراسات الوافيه من ناحيه الوقت، الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، الدراسات المرتبطه اللي محتاجينها. خلي بالك برضو احنا لما بنعمل دراسه النهارده
احنا ممكن بيكونش عندنا كل المعلومات الكافيه، ففي دراسات اخرى مرتبطه محتاجه تتعمل من جهات سياديه اخرى يعني. فتبقى انت بتقدمي دراسه وتقولي ايه الدراسات المرتبطه اللي احنا محتاجينها واحنا عايزين نتعاون. تمام. واو. جهات بس في حاجه بقى مهمه قوي. اتفضل. تمكين المجتمع هو المفتاح. لازم ليه انا بقول هنعرضه من سيناء؟ لان احنا قبلها بشويه قبل ما نطرح المشروع هنناقشه مع الاهالي هناك. ونسمع رايهم. عايزين يعملوا ايه؟ وقد نغير. نستفيد منهم. ليه بالظبط؟ طبعا هم اضرب الارض، هم اضرب الارض اللي عايشين عليها. في مبدا مهم جدا. ولازم ده اللي تشتغل عليه الدوله، وده مبدا بنكرره كتير. الدوله الشعب يملك والدوله تدير. هم من يملكون. احنا بندير املاكهم او الدوله بتدير املاكهم، الدوله بمؤسساتها الحكوميه غير الحكوميه. صحيح. طول ما الشعب يملك وعارف ان هو ممكن وبيشارك في اتخاذ القرار هيحافظ على الحاجه، وبالعكس هيدافع عنها، وعمره ما هيسمح لارهابي، وعمره ما يسمح لغازي يخش ارضه. اكيد. وده مهم جدا. طبعا يعني يا باشمهندس انا بحيي حضرتك على الروح الوطنيه دي، بتمنى كل النجاح والتوفيق لهذا المشروع، عندنا استعداد نشارك فيه باي شكل من الاشكال باي طريقه، يمكن يعني جهات حكوميه غير حكوميه، مواطن ملوش دعوه باي حاجه، مواطن في سيناء، مواطن خارج سيناء، كل الناس دي لازم تتكاتف علشان سيناء دي حته مننا، سيناء دي جزء من ارض مصر، ما ينفعش ان احنا نسيبها للارهابيين. اكيد احنا مش مبسوطين من الحرب اللي دايره هناك، واكيد مش مبسوطين كمان وفي منتهى الحزن على جنودنا اللي كل يوم بيروحوا فداء لهذه الارض. نساعدهم بقى، عرفتوا هنساعدهم ازاي؟ مش يعني مش ضروري تروحوا تحاربوا معاهم وتعرضوا نفسكم للخطر اللي هم بيتعرضوا له، بس على الاقل نعمل ده، على الاقل ننمي هذه الارض. كفايه حرب، كفايه دم، كفايه قتل. مصر يعني ما تستاهلش مننا ابدا بقى. أكيد. اكيد. انا في النهايه بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وهستناك المره الجايه تقول لنا بدانا في المشروع. نقول الخطوات اللي احنا مشينا فيها ان شاء الله. اشكرك جدا. بشكر حضرتك مره اخرى مهندس حمدي السطوحي رئيس حزب العدل. شكرا لك. شكرا جزيلا. مشاهدينا انتظرونا وفقرتنا الرئيسيه الثانيه لهذه الحلقه، ابقوا معنا.